هنا فار التنور وبدأت قصة الطوفان العظيم. الكثير من القصص والخرافات أحيكت حول هذا المكان ما أنزل الله بها من سلطان. من جلالة قدره وعبادته وأخلاقه ظنت الناس أنه هو الإمام بعد أبيه. قصة هذا البيت تعود إلى حوالي 1400 سنة من الآن. يقال الصخرة اللي قلعها الإمام علي عليه السلام ونبع من أسفلها الماء هي هاي الصخرة. من هنا بدأ الطوفان بتطهير الأرض من الشرك، وهنا سيحكم قائم آل محمد ويطهر الأرض من الظلم والجور والفساد.